هذا. أطفالنا تموت. وأنا أقول نفس الشيء. نحن أطفالنا تموت. نحن أطفالنا تموت في المطاعم. يأتون بالحزام المتفجر يدخلون إلى المطعم أين كل النساء والأطفال يتناولون العشاء ويفجرون نفسهم. أجاوبك؟ ما هذا؟ أجاوبك؟ ما يجوز. ما يجوز. هذا هو جوابي لك. لا أنت ما جاوبت. ابن عمي. أنت ما جاوبت. هذا هو جوابي لك. أنت ما جاوبت. نحن أطفالنا جالسون في المطاعم. ما يجوز. والأمهات. ما يجوز. أنا جاوبتك. ما يجوز. فمن الشقتين. ما يجوز. قل نصف. الآن أنا قلت ما يجوز. قل. أنا قلت ما يجوز. هذا جوابي لك. أنت ما جاوبت هذا. شفت أنا ما ترددت. لما أنت سألتني ما ترددت. قلت لي يقتل أطفالنا. يأتي واحد بحجارة. إيش قلت لك؟ ما يجوز. ما يجوز. الآن أنا سألتك. دخلوا أناس على القرى وقتلوا الأطفال واغتصبوا النساء وأخرجوهم من ديارهم. يغتصبوا النساء. اغتصبوا النساء. لن يغتصبوا النساء. بل اغتصبوا. نو. نو. سبحان الله. نو. This is what the... هذا ما استخدمته القيادة الإسلامية في فلسطين في سنة الثلاثينات لتخويف الشعب. قالوا لهم أنهم أتين لينتهكوا حرمتكم. فأخذوا الشرشف وهربوا. ثلاث أطفال قتلوا على شاطئ غزة. إيش ترى هذا؟ حق؟ نو. حق؟ لا لست حق. مش حقتين. أنا تكلمت عن ثلاث أطفال فلسطينيين. قلت لك لست حق. طيب. الذي يحصل في غزة حق؟ ماذا يحصل في غزة؟ مثلا الآن الناس ما يخرجوا من غزة ويقتل الناس وإلى آخره. وأحيانا تأتوا بالطائرات وتربوا وتلقوا عليهم ما تلقوا. هذا ما هذا حق؟ نحن نعطي أهل غزة المياه، ندخل ندخل لهم الدقيق، ندخل لهم الطعام، ندخل لهم الوسائل للتدفئة. طيب نحن نفعل كل هذا. هذا حقهم أن يأخذوا هذا. أنتم وخرجنا من غزة. هذا حق لهم. وخرجنا. هذا حق لهم. هذا حقهم. محتلون فخرجنا. هذا حق لهم. فماذا فعلتم؟ ليس لك منا. أنا من أنا؟ أنا ما أنا. لنا بالصواريخ. أنا لست من غزة. فلا تكذب علي. لا تكذب علي. أنا ما أتيت لك بصواريخ ولا حاربتك. أنت قلت غزة. أنا سألت. أحدثك عن غزة. أنت تقول أن أعطيتهم الناس لتعيش. هذا حق لهم أن يدخل عليهم الدقيق ويدخل عليهم الدفء. هذا حق لهم. هذا ليس منة منك. هذا حق. فأنا سؤالي لك، شوف كيف لما أنت تسعى للسلام، هناك من اليهود المنصفين الذين يسعون للسلام الذين يقول أن دولة إسرائيل هذه دولة ظالمة لأنها تظلم الناس وتظلم الفلسطينيين وتنتهك حقوق الفلسطينيين. لذلك هذا الذي يسعى للسلام يقول هذا خطأ وهذا ما يجوز. هذا كان يجب أن يكون جواب. لكن أنت تقول لا، لنا حق تاريخي، لنا حق ديني. ديني 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 إلهي ديني. إلهي. تقتل الناس لأجل حق. لا 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 لا، أنا لن أقول هذا. تقتل الناس لأجل حق. أنا لن أقول هذا. ها ماذا تقول؟ أنا أقول بأن هل شاركت، هل كنت أنت كنت في إسرائيل صحيح؟ القتل. أنت كنت في إسرائيل؟ هل حاربت في الجيش الإسرائيلي؟ أنت ما اشتركت في الجيش الإسرائيلي؟ لا ما حاربت. لكن كنت أنت جني. تجنت. أي نعم أنا جني. وإيش عملت في التجنيد؟ كم قتلت فلسطينيا؟ قلت لك أنا لن أقتل. إيش عملت في الجيش؟ كنت في الجيش فقط ما تفعل ولا شيء؟ حق الدفاع، حق الدفاع عن النفس. فكنت قاتل. هذا حق. فكنت قاتل الدفاع عن النفس. أنا لن أقاتل. قلت لك أني لن أقاتل. هل قاتلت دفاعا عن النفس؟ لو كنت قتلت فأقول لك قتلت. فقتلت يعني؟ الحمد لله أنا حر. فأنت ما قتلت أو قتلت؟ لا تدخل كلام في حلقي. أنا أسألك. لا 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 لا، أنا سأوقفك هنا. وقفني. وأقول لك لا تدخل كلام من لسانك إلى لساني. طيب جاوبني. هذا أنا لا أقوله، لا حق لك بأن تتهمني به. أنا أسألك، أنا ما أتهم. فضل. أنا أسأل. أي نعم. والسؤال شيء والاتهام شيء. أنا أسألك سؤال، أنت اشتركت في الجيش الدفاع الإسرائيلي صحيح؟ أنا لا أريد أن أتكلم ماذا فعلت في جيش الدفاع. هذا لست في ساعي للسلام. هذا هذا أنا لست السبب. أنا لست السبب. أنا ما اشتركت في الجيش. أنا هنا. أنا ما دخلت في الجيش وما حملت السلاح ضد أحد وما قتلت أحد. للأسف الشديد اضطريت أن أفعل هذا أنا. إذن لأدافع عن عائلتي. والله؟ أي نعم. من من؟ من المسلمون الذين يريدون أن يذبحوني. والله؟ أي نعم. والذين قتلوا من المسلمين هؤلاء ما دفعت عن النفس.
وإذا المسلمين يدافعون عن أنفسهم أيضا. المسلمون يدافعون عن أنفسهم في نظرهم، وأنت تدافع عن نفسك بما أنهم يكفرون ويكفرون برسالة الله لا إله إلا هو إلى سيدنا إبراهيم. يقول أبناء إسحاق لا حق لهم بأن يكونوا في هذه البلاد، فهيا بنا نذبحهم. من قال هذا؟ المسلمون. كذبت. وهذا ما يفعلونه ما بنا. ما قالوا هذا؟ هذا ما يفعلونه بنا. لست ما يقولوه؟ إيران تقول، الغزاوي يفعل. الآن هذا الذي نريده، لأن طبعا الرجل جاء يدعي السلام. أي نعم. فالرجل يدعي السلام. أي نعم. فأنا أقول كفى لكل هذا، وهيا بنا نعيش سويا بسلام. لن نعيش سويا حتى أنا وأنت نقول أن عن الخطأ خطأ والصواب صواب. أنا قلت لك من الشقتين. أنت أنا سألتك. كان جوابي لك من الأساس. لا. أول جواب لك كان الكاميرا موجودة. طيب. أول جواب كان لي لك، كان لك يا حجي من الشقتين. طيب. إيش رأيك الآن الخليل الآن؟ طيب. الخليل. الخليل فيها فلسطينيين، هل هي حق لبني إسرائيل؟ غارة سيدنا إبراهيم في الخليل يا أخي، وين غارة سيدنا إبراهيم؟ أنا أسألك سؤال الآن، هل في حق لبني إسرائيل في الخليل؟ وين غارة سيدنا إبراهيم؟ في الخليل. غارة الخليل وينها؟ في الخليل. طيب يعني شو رأيك؟ يعني إذا لك يعني هل لك حق ديني هناك؟ نعم. لك حق ديني هناك؟ غارة سيدنا إبراهيم. إذا لك حق ديني، أنا أسأل جاوبني، لا هذا بدي أسألك سؤال. إذا لكم حق في الخليل صح؟ طيب الآن يوجد شعب فلسطيني يعيشون في الخليل، إيش تفعل بهم؟ نعيش سوا. مثل ما عشنا كل عمر. كل عمرنا عشنا سوا، منا نعيش سوا بسلام. بس هذا الذي لا يحصل. لماذا؟ دولة إسرائيل ما تفعل هذا. دولة إسرائيل ما تسمح لهم. أنت إن خرجت إن دخلت، هل دخلت كيف؟ هل رأيت كيف يعامل الفلسطيني هناك؟ هل هذا عدل؟ ليس عدل. فلو أنك بصدق تريد السلام يجب أن تقول هذا ليس عدل وهذا ظلم الذي يحصل. لن نخرج الناس من ديارهم، لن نخرج الأطفال من بيوتهم، دعهم يعيشون وتسمح لهم بأن يعيشوا ويستمروا في حياتهم وتدافع عنهم من دولة الظلم، لكن ما فعلت هذا. أنت ما فعلت. فالذي أقوله لك، إذا أنت مخلص فيما تقول عليك أن تطبق، عليك أن تطبق، تذهب هناك وتدافع عن الأبرياء من الطرفين، ما أقول لك من الطرف واحد، من الطرفين، اذهب ودافع عن الفلسطينيين الموجودين في الخليل والموجودين في القدس الذين يضطهدوا من جيش الدفاع الذي أنت خدمت به، اذهب ودافع عنهم، شوف كيف يعاملوا، كيف مرأة إسرائيلية، كيف مرأة عندما مرأة تريد مرأة تموت أثناء الولادة لأن العسكري لم يسمح لسيارة الإسعاف أن تستمر للمستشفى، تموت في سيارة الإسعاف. الفلسطينيين يأتون إلى إسرائيل ليعالجوا آلاف. هنالك حالات ممكن. بسبب ماذا؟ هل هذا ظلم؟ هل هذا ظلم؟ هنالك آلاف من الفلسطينيين. أنا سألتك سؤال عن حالة. إلى المستشفيات الإسرائيلية ليتلقوا العلاج. آلاف. أنا سألتك عن حالة واحدة. امرأة فلسطينية. لا تريد تتكلم عن هذا. أنا أسألتك. أنك تريد أن تتكلم عن حالة شاذة. لا لست حالة شاذة. بل حالات. هذا لست النوم. بل حالات. لا نوم. لا لا. هذا النوم. آلاف يدخلون. آلاف من يموتوا. آلاف يدخلون في فلسطين. إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج في إسرائيل. طيب وآلاف يموتوا. لا لا آلاف يموتوا كيف؟ من فلسطين. لا لا آلاف. كل سنة كم؟ من أين أتيت لي بالرقم ذا؟ كل سنة كم يموت؟ من أين الآلاف؟ كل سنة كم يموت فلسطين؟ نحن باستطاعتنا أن نبيد غزة والعرب أجمعين. أعرف. عندنا ذري. فباستطاعتنا. بل الذري يأتي عليكم. أن نبيدكم. باستطاعتنا أن نبيدكم، لكن لا نبيدكم. لكن الله فوقكم. الله فوقنا. أي نعم. والله فوقكم. أي نعم. والله حافظ دينه. والله حافظ أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلع بإيدك. والله. إذا طلع في إيدك أنت أنك تبيدني، فأنت تبيدني. مش صحيح. كذبت علي. لا لا. عاش اليهود. السبب الوحيد. عاش اليهود. السبب الوحيد. لماذا كذبت؟ بني إسماعيل. لماذا أقول لك كذبت علي؟ لن يبيدوا بني إسحاق لأن ليس باستطاعتهم أن يفعلوا ذلك. لكن إذا كان باستطاعة بني إسماعيل أن يبيدوا بني إسحاق ولم يبيدنهم،
وإنما بني إسحاق لا باستطاعتهم أن يبيدوا بني إسماعيل. طيب. ولا نبيدهم. اسألني لماذا؟ أجابك. اسألني لماذا؟ أجابك. هذا كذب. لا لا لا. هذا كذب. اسألني لماذا؟ هذا كذب. لأن الله قال لنا هذا كذب. لا تقتلوا. هذا كذب. دافعوا عن النفس. هذا أنا. كذب. هذا دفاع عن النفس. هذا كذب. نرجع للأول. بل كلام الله. بل أنت كذبت على الله وعلى الناس. لأن الآن. كلام الكتاب يا أخي. نرجع لك على الكلام الأول. بل إن اليهود عاشوا في فلسطين تحت المسلمين. تحت حكم المسلمين وما أبادوهم وكان باستطاعتهم يبيدوهم صح؟ لماذا لم يفعلوا؟ 1300 سنة عاش اليهود تحت المسلمين في فلسطين وفي الشام وفي شمال أفريقيا، لماذا لم يبيدوهم؟ لأنهم أهل الذمة، لأنهم لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس للحق. بل عندما أبقاهم عندما رجعنا عندما على كل رجعنا حال على كل حال لما كانوا لما نرجع نحن ما أبدنا إبادتنا نحن ما أبدناكم في هذا الوقت. لماذا؟ إلا عندما اعتديتم، فلما اعتديتم رددنا بالمثل. اعتديتم لما جاءوا رجعنا إلى بيتنا. على كل حال على كل حال فأنت لست صادق بالسلام. لو كنت صادق بالسلام اذهب إلى فلسطين، اذهب إلى الأرض المحتلة ودافع عن المظلومين من الذين تنتهك حرماتهم في فلسطين، ثم تكون مدافع عن السلام. أنك تعيد المرة الثالثة بانتهاك الحرم وهذا لن يحصل. ويحصل يحصل وما زال وما زال. مع الاحترام لك أنك لابس بالأبيض لكن لسانك أسود. أنت حر تقول ما تقول. السلام عليكم. وعليك خيرا إن شاء الله. فقط من أجل يعني توضيح الذي حصل اليوم، كان هناك بعض النقاش بيننا وبين رجل يدعي أنه يعني يريد السلام في الأرض المحتلة، وللأسف هو يدعي هذا وكل هذا محض ادعاء للأسف. فهو يقول أن من أجل أن نعيش مثلا بسلام، ونقول نحن نريد أن نعيش بسلام، لكن كيف نعيش بسلام إذا نحن لم نقول للظالم أنك ظلمت؟ لم نعيش بسلام بهذا الشكل. لذلك إذا كان هناك معتدي من أي طرفين نقول هذا معتدي وهذا ظلم. فهو لا يريد أن يعترف بأن دولة إسرائيل اعتدت وظلمت، هو يقول هذا حقنا، هذا دفاع عن أنفسنا وهكذا. ثم سبحان الله دفاع عن أنفسهم في تقتيل الأبرياء وفي انتهاك الحرمات. والله المستعان. على كل حال وجزاكم الله خير.